الحيوان كان اثنين، أحدهما من مريدية الإمام الرضا، والآخر من الذين لا يعترفون بابن الرضا في زمان حياة الإمام الرضا. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ذات مرة قال لهذا الأخ المريد له، قال هذا أخوك شنو يقول؟ قال شنو يقول أخوك اللي هو ضدنا؟ قال ابن رسول الله هو يقول أنا رجل متدين ومحتاط وورع، ولم يثبت عندي أن الإمام الرضا إمام، فورعي يحجزني عن الاعتراف به. الإمام الرضا قال له لهذا الأخ وأين كان ورعه على نهر بلخ؟ هذا إذا ورع. فرد مرة شاف أخوه وصار بينهما كلام، والأخ كرر نفس الكلام إن ورعي يحجزني يعني يمنعني عن المشي في ركاب الإمام الرضا. أخوه قال عجيب، أنا قلت للإمام الرضا هذا الكلام والإمام الرضا قال أين كان ورعه على نهر بلخ؟ هذا الأخ من سمع هذا الكلام أصفر لونه. الإمام الرضا قال هذا الكلام، قال كلام عجيب هذا، لأن هذا القصة مو مطلع عليها إلا الله وأنا. القصة شنو؟ القصة أنه ذات مرة إنسان أمن عنده جارية، هو وجاريته وهذا الأخ، يظل يجون في ليلة شاتية، نزلوا على نهر بلخ، خيموا هناك خيمة. الصديق أبو الجارية طلع لحاجة، هذا انتهى الفرصة، هذا الأخ الورع، واقترب من زوجته هذا الصديق ماله في الخيمة. الحقيقة هاي قصة والقصة انتهت، لكن هاي قصتك تكرر في كل واحد منا وفي كل واحد يزعم أنه صدق مع الله. هل هناك ورعكم؟ في اللسان، في العمل، في الحركة، في الشهوة، في البطن، هل هناك ورعكم؟